اولا كنشكروا الناس ديال الاعلام على التغطيه ديال هذا الورشه اللي هي ورشه ديال الانطلاقه ديال برنامج عمل جامعه اساس 2022 2027. ومن خلالكم كنشكروا الاعضاء ديال الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص، كذلك رؤساء اللجان والمكتب ديال المجلس الجماعي. كنشكروا الشركه المكلفه بالمرافقه ديال الجامعه واعداد هذا البرنامج. كنشكروا كذلك الممثلين ديال جمعيات المجتمع المدني في هذا اللقاء هذا، اللي هو واحد المحطه ديال الانطلاقه ديال برنامج اعمال اللي غادي يتبعوه مراحل ان شاء الله، باش يعني تصيب هذه الوثيقه برنامج عمل في احسن الظروف وفي احسن الاحوال، ويكون واحد يعني الرجوع الايجابي على 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 الساكنه المحليه بصفه عامه. غساد غجمعنا سايس تفكالي انطلاقا من برنامج من الجامعه، انه بمشاركه مع الجامعات الجمعيات المحليه وجمعيات المجتمع المدني اللي كانين فاعل واللي تلعبني دور اساسي في التنميه المنطقه بحضور رجال شباب نساء كذلك تلاميذ اسايس استشكال الانطلاقا من الهيئه التشاركيه باش تذكر يعني برنامج عمل الجامعه اسايس غيد في الافق فلاس تشتغل الفتره الممتده ما بين 2022 الى 2027 دماد بمشاركه المكتب الدراسات اللي دين غير نقدر نتشكر ولا انت غساد نحضر غيان وجموع اللي اختفك الجامعه البرنامج عمل اللي اختفك تنطلق الورشات على البرنامج العمل ديال جامعه اسايس. ما يعجبني شكون كنقيس بزاف الاهميه مغاره الشباب خصوصا اللي خفك الاهميه النساء جامعه اسايس، من رغم ذلك غادي زرين زعما تمغارتو وتشارك الجامعه اسايس لا الورشات ولا انما الجامعه المجلسات كيسغي لا درك الاهميه تمغارت.